إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها علمها؟ علم مقتضاها؟ عمل بمقتضاها دخل الجنة. ما هو جهد الواحد منا في تحقيق هذه الأسماء؟ هل جمعتها؟ هل سألت أهل العلم عنها؟ هل بدأت في الأسماء وكتبت كل اسم ومعناه وآثار هذا الاسم عليك وفي العبادة؟ الكل أعلم بحاله. لنحرص أيها الإخوة، إن كان الواحد منا قد أخذ مجالا في هذا، أن يزداد وأن يثبت أعظم، وإن لم يفعل فليفعل، فهو في عبادة. ولاحظ أن البدء في العبادة عبادة وإن لم تصل إلى نهايتها، أن البدء في العبادة عبادة. فإذا بدأت في أسماء الله عز وجل وقمت بدراستها، عملك هنا عبادة، ابتداؤك واستمرارك عبادة. ولو أن إنسانا أمضى عمره كله في طلب معاني أسماء الله وفي الاستدلال عليها من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اعتبر ذلك أمرا صعبا، ولما اعتبر هذا شغلا كبيرا، بل العمر كله من أوله إلى آخره حقه أن يستوعب في التأمل في أسماء الله وصفاته.